الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة رقم 154 فالمئة وخمسة وأربعة، الوفود والدعاء والعمال. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فرق من خلاص من القزوات و حلقة 152 حلقتي حول القزوات وقتها جينا وحر حجة أبو بكر رضي الله عنه وقتها جينا، بعد كده النتائج فين قريش وفين النبي صلى الله عليه وسلم والصراع للعالم كله، يعني نتائج كل زهراء، والنبي صلى الله عليه وسلم مكة دي بديوة أطبحت، ومدينة دي بديوة أطبحت، وقالبية جزيرة العرب دي بديوة أطبحت، وأمر ناري أمر مشاع وشائع وظاهر أطبحت. هذا وفود ما توقعوا من اللوحر النبي صلى الله عليه وسلم دي بالمدينة المنورة نوصوا من دا أسلموا قلت حالة فرر لحده، جزة قلت فرر لحده، أسلام قلت أمرر لحده، دي بحلف اللي تولى لحده كله، اللي جبقى اللي مهمات ولا اللي ضرورات لان ضرورات لان ولا مهمات لان لما تخص دي منابرهم سلقوا عارك فكم سلقنا برا وإسلام دعته أو بجزية دفعه أو قرد دي من دعته باتفاقيات من دعته مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو دي بفنجهو فنجر عرب دا العلو أو من رفره أو توم كويلة وادي عم العلو كلهم من تعلو أو اندفته والتقدير اللي كله حصل على فالنبي صلى الله عليه وسلم إلا فترة إلا لو وفود تكبت على والدعاة لك على وعمال لك على ولا مناطق كمان عندي بدي سيطرة يوم هلت المسؤول ودا ديبا على منطقة كاين أمير ودا ديبا رئيس ودا ديبا وجهة إدارة ندم قضاء كده، يعني ده رتب ده نظم لبرنامج جناي الدولة الإسلامية الشاملة دولة المدينة المنورة. ديبو أمتكا اللي منطقة الجزيرة العربية كده وحواليها ديبا الشام ومن يمن وكل المنطقة اللي كله وفود أنا يوم لقى الشاورة وجهتهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة ما تعالوا ودي بالله بتهاجيته وحقاله وفود كمان وفد 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 عند فلان وفد كان فلان وفد قبيلة فلان وكده بفد وفد بلد فلان ورا كفار كفار بتناول نومته وأدريني تم مقدمتنا إلى برنامج الله هذا شوية. كان العرب ينتظرون نتيجة الصراع القائم بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعتقدون أن الباطل لا يمكن أن يسيطر على المسجد الحرام بالقوة والفتح، ولم تكن قصة أصحاب الفيل عنهم ببعيدة. فلما أكرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بإدخاله في المسجد الحرام وبتسليطه على كفار مكة ولم يبقى عندهم أدنى شك في كونه رسولا حقا، فبدأت القبائل العربية توافد إليه تطوى تؤمن برسالته وتقر بطاعته، وأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وخلال فترة قصيرة اتسعت رقعة الدولة الإسلامية من ساحل البحر الأحمر إلى ساحل الخليج العربي ومن مناطق جنوب الأردن ومشارق الشام إلى سواحل اليمن وعمان، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظم أمور هذه البلاد الشاسعة فيرسل الدعاة وينصب الولاة ويبعث جباة الصدقات ويوفر ما يحتاج إليه نظام العباد والبلاد من القضاء والعمال. وإن شاء الله سنمر بشيء من كل ذلك حسب المقام قريبا إن شاء الله. لمقدمة الله النبي صلى الله عليه وسلم وربما كنيت أمره قريش والعرب كل ما أمره إنسان، يعني رسول اللي قال ربي دي بمدك حوالي دي مكة دي مكنوني، إذا رب طالع ومكني وانتصر دي بكفار وانتصر دي بعرب كلهم ومكة دي بدي واحد بحث ومدينة دي بدي واحد بحث اللي رسول تبينه كأفواج من نعمات دي بإسلام أتو تقولون في دين الله أفواج أتو مجامع دام مدح أسلاما ومن نصح إن البحر الأحمر سك اليمن سك خليج العرب سك الشام سك
الا مناطق اللي كلها دي يعني ذات اطباحات واغلبها اسلم ولا قبائل ولا اللي فوفود كمان ليك لا يسر لا يسر لهم الطلب او والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال بينا عندنا زمن بتم الله حل درجتنا هي الدولة الإسلامية كلها وكمان للإجابة من مناديب من يوم من طلاب كلهم من أمراء جوايات نسوا صدقات نسوا لعلم القرآن دين للرؤو مسؤولين لقبوا لو وجهوا قضاء لو ودوا في قدام قضاء لقبوا من تقد كاين كما حسب عيشة وحسب بلده قدام الذي بعلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلا بهيني يعني قد كل شوية قدم قسنا كانت برنامجنا كتابنا اللي قرأ لنا ما كان فلان من المفروض مطاء وما على برنامجه وكان فلان من المفروض مطاء ومن اللي بالحالة يقول إني يجيش له والوفود التي توافدت والوفود التي توافدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد عددها على 70 وفدا 7 وفد قبي 70 وفد 7 وفد لقبو تمر مطاو كلهم منهم زيادة لقبي حسب ما ذكره عامة أهل السير وقد حاول بعض أهل العلم استقصاء هذه الوفود سواء ثبتت الرواية بها أم لم تثبت فأبلغها قريبا من 100 وفد سرهم هياني من تابعه ومن عمله ولا صبا لسيرة لكتبه ولا تعليق لكتبه ولا دقم لكل كتب بنو عليه الأخبار اللي كلنا نقلوا قلنا فوق من 100 ولا حتى لغيره كمان هلو لكن على كتاب لسبعين لهم بحلا ولهم ذكرى من سبعين ولا حلقة أو صرهم يعني من 100 ولا حلقة قبو لو فوز دي بالنبي صلى الله عليه وسلم من مناطق شتى لما أو وكانت الوفادة إليه صلى الله عليه وسلم قد بدأت قبل الفتح وقد توافد إليه البعض في أوائل سنوات الهجرة بل قد جاءوا بعض الوفود قبل الهجرة إلا أن الوفادة العامة وفي صورة متوالية مستمرة إنما وقعت بعد الفتح في السنة 9 وقد امتدت إلى السنة 10 بل وإلى ما بعدها أيضا ولذلك سميت السنة 9 بسنة الوفود لا سمعت الله بدير قد عمل بلد مقطوعة له ودي بجلد من أنتم مقطوعة له وأيام فتح مقطوعة له وفي السنة 9 أنبتت وتمام لسنة 18 وامتدت إلى سبع سنة 10 مقطوعة وعقوامة كمان مقطوعة لكن للسنة 9 بدوح جلد مقطوعة له وبترتيب وسرعيد مقطوعة له السنة 9 سنة سماوة سنة توفود سماوة توفود يعني لممثلين لمندوبين لعدهم للحكم ثم تمر ما تقول على أن النبي صلى الله عليه وسلم ده قصده وما تعلو من كان ومعلم هذه الوفود كان أعضاؤها سادات القبائل ورؤسائها ورجالا من أهل الحل والعقد منها وربما توافد الرجل وحده أو توافد معه رهط صغير تمام تقول على هيني كلهم سبقت ووجهت وحلفت وميرحت وسبق كان لبونتهم لما ما تعالوا لا يعملوا أما القرض المطلوب من الوفادة فكان يختلف من وفد على وفد فمنهم من جاء يريد رد السبايا والمأخوذين كما تقدم في وفد هوازن ووفد تميم ومنهم من جاء يريد الأمان لنفسه فقط أو لنفسه وقومه كليهما ومنهم من جاء يفاخر ويباهي أو ينادر ويجادل ومنهم من جاء يطالب رد الجيش الإسلامي كي لا يهجم على قومه ومنهم من جاء يقر بالطاعة والجزية ومنهم من جاء يبدي رغبته في الإسلام ويبدي رجاء ذلك من قومه ومنهم من جاء مسلما طائعا ممثلا لقومه يرغب في معرفة تعاليم الإسلام وأحكامه كما لدينا لقد قلوا ما طرعوا كل الوفود ما طرعوا أو يعني الأرجل الناس آمنهم على رجل بصرهم أو أمان عند الحد أو اتفاق عند الحد أو قدام الحد ما مديرهم عند الحد أو نفرها أو قال رجل بصر أو قال رجل هو أو قال رجل اسمه أو قد النبي صلى الله عليه وسلم أدبان وقال لهم للحكم وقال لهم للرئيوم للعلم اللي كله أو كمان بيقال رجل اللي تأو من نديش الإسلامي قال نفرها كل أوروكا حسب حوجت لنا أيوة حسب بدل ورطو وحسب بلا قدرت لما تبرع بتحديرها لا تمنطقته
قالوا ان راح اول الطاوله ما تعالوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مودي هو قال لك فقد يبو وقال لك ما فقد يبو بلا ما تعالوا وفوتهم وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم كبتهم على وصاروا يعني دي بحر قاعد نحرف كل ده قمناه لا وفدنا هوازن من يعني بلس لنا صبايا انا بلس لنا ورحلوا لما رحلوا اول صبايا من بيرو يعني لقريت يعني لانس ولا جنك اللي منهم وأول ما الأوروتر حول بيرم كردا جمعها دي بحلقات الحلفية دي بكفارة الحلفية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل هذه الوفود بما جبله الله عليه من البشاشة وكرم الأخلاق فيجيدها بما يرضيهم ويرغبهم بالإسلام ويعلمهم الإيمان والشرائع ليعلموا من ورائهم وكانت هذه الوفود أعظم وصلة لإظهار الدين بين الأعراب في البوادي فقد كانت نتاج هذه الوفادات مع تنوعها واختلاف أغراضها إسلام المتفاوضين المتوافدين ثم إسلام قومهم عاجلا أو بعد فترة قصيرة ولم يشذوا عن ذلك إلا البعد فقط مثل بني حنيفة ومسيلمة الكذاب وفيما يلي نذكر إن شاء الله بعد الوفود. طيب أداء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له وفود لما تعالوا قل لهم راشد ما تعالوا سنة حبنهم على سنة كبتهم على و صلى الله عليه وسلم يعني حربهم على بقت فارح بقت فارح كبتهم على ومع ولا سنة لعمل لهم على ودي بأسلام رقبهم على سلهم يعني أسلموا سواء إلا لما تقتل إلا وفادت إلا سبب الإسلام لسبب لأقل من دين الثمرة ما طول على الرسول الممثلين يعدون من الثمرة ما طول على أغلبهم لأم أسلم على وقرهم لشعبهم لأم أسلم على ومجتمعهم لأم أسلم على وعمل السنة معاملة عملهم وهدهم حلقة أو مفادة حلقة وصل فنجا النبي صلى الله عليه وسلم وفنجا قومنا يوم قام أو واللي سبب اللي بهيني بدوحكم سل أسلم وبدوحكم سل دعوات انتشرت كمان وتوسعت لا فاتح من رب العالمين انتحرت وأغلبهم أسلم إلا حدام ليجأو أو أورا ليجأو لهم بن حنيفة واللي مسيلمة الكذاب من بلدهم ليجأو بعدام أغلبهم أسلم والحمد لله إن شاء الله دي بحا كفارة تتمتل اللي دي بحرق هذا تمتي وفد وفد ودور دور أورا كان بنايو ببنو دفليناو هكذا لا تيبا الوفود والدعاة والعمال لتبرع على تأستا ومقدمة الأنتادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.